لازم يروحوا كاع جماعة بدوي كاع تروح ما نحتاجوهمش عندنا ليجان الله يبارك قاريين الله يبارك باغيين وجوه جديدة باغيين وجوه جديدة في البلاد هذا مكان بن صالح وجماعته او رافضكم الشعب والشعب ماهوش يتنوفق ولا راهم كاع كيف كيف وراهم كاع متوحدين اليوم وان شاء الله مين في المرحله الانتقاليه ما نزيدوش الانشقاقات ونديروا اللي نحبوا والسلام عليكم. باش قلت العصابه هذه راهم خلاو البلاد راهم وقف قورنا راهم هلكونا ما سحقوهمش يخرجوا عنا يخطيونا فقرونا هربوا المال لازم الجيش هذا ما يشرفش على المرحله الانتقاليه لازم يرافق فقط يرافق اراده الشعب لازم يحمي اراده الشعب هنا نوجه نداء المواطنين لازم الحراك هذا هو اللي ينظم الرئاسيات يتنحوا يروحوا يخطونا هاي ليهم يخطونا خلاص ما يجيبوا الشيوخ يجيبوا لنا اللي جالي فاهمين هما خلاص تجوزوا وقتهم يروحوا ربوسهم يروحوا يموتوا